صباح الخير مشاهدينا الكرام، صباح جديد على حضراتكم وحلقة جديدة من هذا الصباح مستمرة مع حضراتكم على مدى ساعتين. هنكون معاكم مجموعة كبيرة من الحوارات والموضوعات والتقارير، وبالتأكيد هنتابع مع حضراتكم حالة الطقس المتقلبة والغريبة اللي بنشهدها من صباح اليوم. صباح الخير يا ميرفت. صباح الخير يا محمد، ويمكن أنا هعقب على كلمة محمد في موضوع غريبة، ان الطقس في الخارج يا جماعه الدنيا كويسه جدا ولطيفه، مش بنفس حجم اللي كان متوقع. في امطار ولا مش بالكميه المرعبه، في هواء بس مش بالكميه المرعبه. يمكن هستغل الفرصه ان احنا يعني نحيي كل الناس اللي مضطره تنزل النهارده في الشوارع، جنودنا اللي على الحدود، ضباط المرور وعساكر المرور الموجودين، عامل النظافه، كل الناس دي شفناها واحنا جايين في الطريق. في الحقيقه كل تحيه ليهم ان هم بيقدروا ينزلوا في هذا الطقس السيء، وده فعلا الموضوع اللي هيكون معانا النهارده واللي طارح نفسه بقوه على موضوعاتنا النهارده، وهيكون معانا من ضمن الحوارات اللي هتكون اول حوار معانا النهارده، وهو روشته طبيه ازاي نحمي نفسنا من هذا الطقس السيء، وخاصه لمرضى الحساسيه. النهارده بيكون يوم مش لطيف خالص معاهم، وهيكون ده اول حوار معانا ان شاء الله. صحيح، لان زي ما الارصاد قالت هيبقى الجو متقلب جدا، امطار يعني بكميات مختلفه، في رعد على فكره، كان في رعد، في رياح محمله باتربه بشكل كبير، مش عارفين هيبقى امتى بالظبط، خلال اليوم وبكره وبعده. خدوا الاجازه خلاص، خدوا الاجازه وقعدوا في البيت خلاص، احنا كمان مش واخدين اجازه. هنتكلم من خلال حوارنا ازاي فعلا نقدر نحمي نفسنا من التقلبات الجويه المختلفه، سواء للي بينزلوا او للي حتى اللي قاعدين في البيت واصحاب امراض فعلا الحساسيه والجهاز التنفسي. صحيح، هيكون برضو موضوع تاني معانا بس في مكان تاني خالص. يمكن احنا شايفين الدوله في الفتره الاخيره مهتمه بالجانب الفني كتير جدا وبالفن في مصر بشكل عام، وده اللي يمكن بسببه هيتم انشاء بتوجيهات رئاسيه انشاء الاكاديميه الوطنيه المتخصصه للنابغين والموهوبين، واعتقد دي هتكون يعني ملاذ لاي حد عنده موهبه ومش قادر او مش عارف ممكن ينميها ازاي. صحيح، وهتبقى نواه بالتاكيد لكل الموهوبين والنابغين من شبابنا ومن الاجيال الجديده ان هم يقدروا يلاقوا فعلا مكان يعني يعبروا فيه عن موهبتهم وعن امكانياتهم الموجوده. بجانب بالتاكيد حوارنا اليومي او وقفتنا اليوميه المعتاده مع صاحبه الجلاله، نستعرض فيها بعض عناوين الصحف اللي صدرت في القاهره صباح اليوم بمزيد من المتابعه والتحليل. طيب خلونا نروح لهذا الفاصل ونبدا مع حضراتكم مجموعه من الاخبار اللي جايبينها لكم النهارده، ولكن نروح لهذا الفاصل. بنرحب بحضراتكم مرة تانية، وزي ما تابعنا امبارح قرار مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتبعيات الجو وتقلبات الطقس السيء، قرر منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام اليوم، هيكون أجازة رسمية نظرا لظروف الطقس السيء المتوقعة. وطبعا كلنا محمد تابعنا المؤتمر الصحفي اللي تم فيه الإعلان عن حالة الطوارئ، اللي عدد كبير من وزراء هيتم إعلانها واتخاذها، وفي إجراءات كبيرة جدا هيتم اتخاذها. ويمكن احنا من امبارح سامعين في فعلا عمليات دوريات شرطة في الشارع، في عربيات شفط المية موجودة بالفعل في الأماكن المتوقع فيها تجمعات، في فعلا حالة استعداد كبيرة جدا على مدار الثلاث أيام القادمة. المفترض كما أعلنت الجهات المعنية أن كل الأماكن الخدمية والوزارات المعنية بعملية أن احنا نعدي الثلاث أيام دول على خير، فعلا في حالة تأهب قصوى لمدار ثلاث أيام اللي هم المفترض مدة الطقس السيء.
طوارئ واستعدادات في صفوف أجهزة الدولة لمواجهة موجة الطقس السيء المتوقعة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بهطول أمطار غزيرة على أنحاء الجمهورية تصل إلى حد السيول في مناطق مدن القناة والبحر الأحمر وسيناء. وجود منخفض جوي متعمق بشكل كبير في سطح الأرض وفي طبقات الجو العليا بيجلب رياح نشطة بشكل كبير تصل إلى 60-70 كيلومتر في الساعة على محافظات شمال البلاد، حتى محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد كمان. طبعا الأجواء دي غير مستقرة تماما، كميات سحب كبيرة جدا، قاعدة السحابة قريبة جدا من سطح الأرض، هيكون في كميات كبيرة من الأمطار، في هطول شديد للأمطار على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، متوقع كميات كبيرة من الأمطار، فنرجو السلامة بإذن الله. كميات الأمطار دي هتصل لحد السيول بالفعل على مناطق متفرقة، سواء كان في مدن القناة، المدن المطلة على خليج السويس، سيناء، محافظة البحر الأحمر وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأيضا محافظات من شمال وجنوب الصعيد. عدد من الوزراء أكدوا في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الجهوزية التامة بالأطقم البشرية والمعدات لمواجهة تجمعات الأمطار في أي مكان بمحافظات الجمهورية. في الحقيقة في وزارة الموارد المائية والري احنا خدنا احتياطات كتيرة قوي، قللنا التصرفات من بحيرة ناصر بحيث ان هي بنفضي مجرى نهر النيل، بنفضي الترع، بنفضي المصارف، بنوطي مناسيب البحيرات بحيث ان احنا لما يكون في كميات امطار نستوعبها في السدود اللي احنا عملناها خلال الاربع سنين اللي فاتوا حوالي 200 سد. احنا ما عندناش في الحاله الطبيعيه معدلات تساقط امطار ولا ربع اللي احنا هنتوقعه ولا خمس اللي احنا هنتوقعه في الفتره الحاليه، وبالتالي قد يستلزم ذلك قيام الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعه بتخفيض الضغوط في بعض المناطق، واذا استلزم الامر قطع المياه في بعض المناطق حتى يتم تفريغ الشبكه لاستيعاب الامطار هيتم التنويه على ده قبله فترة لازمة من خلال الوسائل المتبعة. في خطة طوارئ متبعة لأن ضمان الإقلاع والهبوط من المطارات لازم يكون بيتم بمراعاة الحد الأدنى للرؤية والحد الأقصى لسرعة الرياح واتجاهها على المطارات والحد الأقصى لكمية الأمطار المتساقطة على مطارات الجمهورية. وتحسبا لهذه الظروف الجوية قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح أجازة الخميس للمدارس والجامعات والعاملين بالدولة وموظفي القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام حفاظا على المواطنين وإتاحة الفرصة أمام الجهات المعنية لمواجهة هذه الأزمة الطارئة. تنسيق وتعاون بين الوزارات والجهات المعنية واستعدادات حكومية مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيء المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة على محافظات الجمهورية كافة. من مقر مجلس الوزراء، هشام حامد، النيل. يمكن شفنا في هذا التقرير أغلب الوزارات المعنية، وزارة الري والطرق وكل هذه الوزارات المعنية بالاهتمام أو عندها حالة طوارئ في ظل وجود طقس سيء. أيضا وزارة الصحة بيكون لها دور مهم جدا في هذه الأجواء، واللي في الفعل الدكتورة هالة زايد وجهت برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المستشفيات عشان وتكثيف طبعا سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وكمان أكدت انعقاد غرفة طوارئ على مدار الساعة بالتزامن بالطبع مع الأحوال الطقس السيئة. وبرضو ده شفناه على الطرق، في عربيات إسعاف موجودة جدا في أماكن كتيرة جدا وإحنا ماشيين على الطريق. صحيح. وكمان الدكتور خالد مجاهد مستشار أو المتحدث الرسمي للوزارة قال إنه هيتم توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها. خلونا نرجع للموضوع الأساسي اللي فارض نفسه على العالم مش على مصر فقط، وهو فيروس كورونا وانتشاره واستعدادات كل الدول للتعامل مع هذا الفيروس. ويمكن تزامن في مصر تحديدا مع انتشار فيروس كورونا والأنباء المنتشرة عنه أخبار وشائعات كاذبة كثيرة جدا بشكل مبالغ فيه، لدرجة أن رئيس الوزراء بنفسه الدكتور مصطفى مدبولي شدد في اجتماع أن مواجهة وتشدد على مواجهة أي شائعات أو بيانات كاذبة بتستهدف النيل من مصلحة الدولة، وده بالفعل من الإجراءات المهمة جدا لأن الموضوع خرج. يمكن محمد شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي
الموضوع دخل او خرج عن السيطره في حته صحيح. الاخبار والاعداد الاعداد والشائعات فعلا اللي بتنتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي باشكاله المختلفه بتصيب بالتاكيد المواطنين بحاله من الهلع الغير مبرره واللي ملهاش داعي الحقيقه في ظل رغم انتشار المرض الى ان حتى منظمه الصحه العالميه قالت انه ما زال يمكن احتوائه وانه ما تحولش حتى الان الى وباء عالمي وده لا هو تحول امس ووزاره الصحه العالميه بالامس اعلنت ان هو خلاص اصبح وباء عالمي تحول وباء عالمي للاسف بس بغض النظر عن ده ولكن لا داعي للهلع حتى هلع الفكره بس مش هلع الفكره ان اصبحت وسائل التواصل وسيله ضغط على الدوله بطرق او باخرى بنشوف اخبار كاذبه كثيره جدا صحيح. في الاعداد وده بيضر بالسياحه وبالاقتصاد بالظبط الموضوع اكيد وبيحصل تشتت يعني شويه لا في وفي بقى الجروبات المامز بقى دي اللي على الواتساب يعني مش عايزه اقول لك حدث ولا حرج فالموضوع طبعا توجيه بضروره التصدي لده ويمكن رئيس الوزراء كمان ادى تعليمات لوزير الدولة الاعلام بالتنسيق مع جميع الجهات المعنيه لتكثيف نشر واذاعه برامج التوعيه الخاصه بمواجهه فيروس كورونا المستجد ربنا يحفظنا كلنا وبالتأكيد من أهم الاستعدادات اللي يجب اتخاذها لمواجهة هذا المرض الاستعدادات عند دخول المواطنين أو خروجهم من المطارات المصرية المختلفة وده اللي أكدته بالفعل وزير الطيران أكد وزير الطيران المدني محمد منار أن المطارات المصرية كلها قامت باتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية في أعمال التطهير والتعقيم بشكل مستمر لمختلف المرافق التابعة للمطارات وفقا لأعلى المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية وده بالتأكيد للحفاظ على صحة الركاب وأيضا العاملين في المطارات طبعا الإجراءات اللي بتتخذها وزارة الطيران المدني في مطاراتها بتتم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وخاصة فيما يتعلق بإدارات الحجر الصحي والطب الوقائي وده بالهدف منه الأساسي ضمان الالتزام بالتنسيق الطبي لجميع الركاب لأن دي أهم نقطة إن ما يتمش تسريب أي حد راجع من بره ويعد من كشف الفيروس وده بالطبع هو بيكون أهم حاجة وبالفعل شفنا يمكن والصور قدام حضراتكم ان بيتم تعقيم الطائرات بشكل شامل جدا مقصوره الركاب الممرات المقاعد جسم الطياره نفسه من الخارج زي ما احنا شايفين كل دي كلها طبعا اجراءات احترازيه للحد من انتشار الفيروس اللي طبعا عامل هلع في العالم كله مش بس المطارات ولكن بالتاكيد هيئه سكه حديد ومترو الانفاق ده كارثه لوحده طبعا لانه يعني اكبر تجمع بشريه للمواطنين وعلى مدار الساعه ما يعني ما فيش يعني على مدى يعني على مدى طول اليوم بالظبط طول اليوم واعداد كبيره جدا لان هو المصدر الوحيد للانتقال للمواطنين كتير في الحقيقه وده يمكن زي ما قال المتحدث الرسمي باسم شركه مترو الانفاق احمد عبد الهادي قال ان الشركه ما زالت مستمره في عمليات التطهير والتعقيم لكل القطارات والمحطات سواء اثناء التشغيل او بعد التشغيل اليومي وده طبعا في عموم الخطوط الثلاثه المترو الانفاق صحيح وزي ما ابتدت الشركه من ايام انها بتقوم بتوزيع الكمامات الطبيه على العاملين بالمحطات والركاب داخل الصالات وعند منافذ التذاكر ايضا وعلى ارصفه المحطات وداخل القطارات بالمجان صح بالمجان اكيد طيب هنروح اتخذتها شركة مترو الأنفاق تشمل استمرار عمليات التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات ومنافذ التذاكر وغيرها تطهير جميع المحطات وجميع القطارات وده في فريق عمل موجود بيطهر كل المحطات كل القطارات بمواد معتمدة من وزارة الصحة أيضا للقضاء على هذه على هذا الفيروس ايضا في قرار دوله رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات في الاماكن والميادين اللي هو القرار اللي صدر بناء عليه ان احنا كشركه مترو الانفاق بندفع بقطارات اضافيه في ظل ارتياد الملايين لمترو الانفاق عدت الشركه منشورات للتوعيه بالتنسيق مع وزاره الصحه الى جانب الاذاعه الداخليه للتعريف بالفيروس وطرق الوقايه بالإضافة إلى الإجراءات نفسها مع العاملين إذاعة داخلية على طول الخط الأولاني وكذلك الخط الثاني والثالث شغالة بصفة مستمرة لتوعية جمهور الركاب
وبالأمس قمنا بتوزيع كمامات على جميع الركاب مع إرشادهم مع ملصقات وإعلانات موجودة على جدران المحطات أصلا وداخل القطارات لتوعيتهم والإجابة عن أي استفسار في أي وقت. الناس هي حضرتك شايف لابسين الكمامات وبنتعامل بحرص يعني مع الناس، وفي الرش بيترش وفي النظافة وكل حاجة تمام يعني. نحاول بقدر الإمكان برضو نحمي التصرف بتاعنا ونحمي الناس اللي موجودة. المواطن من جانبه يساهم في فعالية نجاح حملة مكافحة الفيروس من خلال التزامه بارتداء الكمامة بمناطق الازدحام لضمان نجاح خطة الدولة في مكافحة فيروس كورونا. إجراءات احترازية لمرفق مترو الأنفاق لمكافحة فيروس كورونا والذي يتردد عليه ملايين المواطنين، إجراءات احترازية ولو كانت كبيرة فأنها تحتاج إلى ثقافة مواطن لإظهار نتائجها على أرض الواقع. رمضان المطعمي، النيل. طبعا زي ما بنشوف في مترو أنفاق وفي أيضا المطارات وفي كل حتة تقريبا بيتم التوعية بشكل كبير جدا بالتعامل ازاي مع فيروس كورونا أو الوقاية، الإجراءات الوقائية. كان أول من اتخذ هذه الإجراءات كانت وزارة التربية والتعليم الفني، خدت كل الإجراءات الاحترازية على نطاق واسع جدا، عملت أرسلت تعليمات لكل مديريات التعليم على مستوى الجمهورية ازاي يقدروا يواجهوا فيروس كورونا في كافة المدارس اللي تابعة للوزارة، وتوعية الطلاب بزي التعامل ليقوا نفسهم من أي عدوى أو النظافة بشكل عام في المدارس. وفي نقطة كمان تانية مهمة جدا، العيادات يا محمد. العيادات بتقوم الوزارة بمتابعتها ومتابعة عملها بشكل كبير في المدارس والتأكد أن عملها بكل قطها وتوفر جميع الأدوات اللازمة والأدوية اللازمة لمواجهة الفيروس. خلونا نتابع استعدادات وزارة التربية والتعليم من خلال هذا التقرير. استجابة سريعة من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم لتعليمات الوزارة بشأن اتخاذ كافة التدابير والاشتراطات الوقائية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، نموذج فعلي قام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال اليوم الدراسي، وهي إحدى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم. التهوية اليومية زي ما انتم شايفين كده بيبقى فيه تهوية بالنسبة للطلاب، بحيث ان يعني الفريش اير ده طبعا بيمنع اي انتشار العدوى. النظافة الصحية في التويلتس والكوريدورز وتعليق المطبوعات الطبية أو الإرشادية اللي بتساعد على تجنب انتشار العدوى. النظافة الشخصية بالنسبة للأولاد كمان قبل الأكل وبعد الأكل، وتنظيف الأسطح بمواد منظفة بحيث ان احنا نحافظ على ولادنا وصحتهم. متابعة دورية وهو داخلين اللاين الصبح، احنا بنعمل تشيك انا والدكتور بالتبادل مع بعض على اللاين وعلى الفصول. خطوات مواجهة الفيروس تمثلت في التطهير الكامل والشامل للمدرسة والفصول ودورات المياه، ومتابعة عمل العيادات الطبية بالمدرسة بكامل طاقتها وكفاءتها، واحتوائها على كافة الأدوية المطلوبة حال وجود أي شكوى مرضية. بداية العيادة مجهزة بجميع الأدوية اللي بيحتاجها الأطفال في حالات الطوارئ، وطبعا جهزنا غرفة للعزل موجودة في المدرسة في دور تاني مختلف عن الدور اللي احنا فيه دوت، ومنفصلة تماما بكل متعلقاتها عن عيادة المدرسة. وعندنا هنا طبعا الأدوية المستخدمة، وطبعا مقياس الحرارة الترمومترات موجودة، الفيس ماسك موجود عشان لو في حاجة احتاجت، وإن كان الحمد لله الأمور يعني تحت السيطرة حتى الآن. مأكدين جدا على أهمية غسيل الإيدين قبل الأكل، لازم تغسل إيديك، لازم تتأكد أن سطح المكتب بتاعك نظيف، بنستخدموا الوايبس بينظفوا التيبل قبل ما يبتدوا يأكلوا، بعد كده يروحوا يغسلوا إيديهم. إجراء يومي تقوم به المدرسات لتوعية التلاميذ بطرق الوقاية. نموذج فعلي يعكس مدى التزام المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويعد رسالة طمأنة للمواطنين. ولاء الحديني، النيل. دي كانت نظرة عن استعدادات وعن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر، ولكن خلونا نتابع أخبار الفيروس في مختلف دول العالم.
الإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس بتسيطر على العالم، ففي مخيم الزعتري للاجئين بالأردن آلاف الأطفال والمقيمين بيحصلوا على معلومات عن أفضل الممارسات والسبل لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وأعلنت السلطات الأردنية أنه لم يثبت بطريق الاختبارات والتحاليل المعملية إصابة سوى شخص واحد فقط بالفيروس في وقت سابق من هذا الشهر. ده ربنا والله اللي حاميهم يا محمد. يعني طبعا أن يكون إصابة واحدة في وسط عدد بنتكلم في 76 ألف لاجئ سوري في هذا المخيم، طبعا عدد كبير أن يصاب، ربنا يحميهم طبعا. وممثل عدد كبير أطفال وكبار سن اللي هم بيبقوا أكتر عرضة، ولكن للإصابة. الحمد لله ربنا يحميهم طبعا دايما. وفي ممثل لمنظمة أوكسفام إن قال إن في حملة بالفعل شاركت في تنظيمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، قالت إن هناك إجراء وقائي مهم جدا في المخيم اللي بيعيش فيه اللاجئين السوريين. زي ما قلت لحضراتكم بيوصلوا ل 76 ألف لاجئ. الحملة اللي قام بيها اليونيسيف دي اشتملت على أنشطة بتستهدف برضو زي ما موجود عندنا بالضبط كده التوعية في المدارس وأطفال المدارس، وتعريفهم بعملية الوقاية والنظافة وإزاي ممكن يغسلوا إيديهم بشكل صحيح، وإجراءات النظافة بشكل عام. وكمان 42 ألف من مجموعة 76 زي ما أنت قلت يا محمد من الأطفال في هذا الأطفال المخيم. فطبعا إن هو يتم الاهتمام بيهم وتوعيتهم شيء مهم جدا لحمايتهم من انتقال فيروس كورونا. أما في الصين بقى تحديدا اللي هي كانت صاحبة الشرارة الأولى لانطلاق المرض وبؤرة هذا الفيروس، فكان لابد ليهم من إيجاد سبل وطرق مختلفة وجديدة لمواجهة الفيروس ما بيسكتوش طبعا على طول عندهم ابتكارات وتحايل وتعامل مع المواقف. آخر هذه الابتكارات والسبل ان هم بدأوا السلطات الصينية بدأوا في تطبيق ارتداء ضباط شرطة هناك بيلبسوا خوذ ذكية متصلة بشبكة الانترنت بيمكنها انها تقيس درجة حرارة المشاة في الشارع تلقائيا اثناء قيامهم بدوريات في الشارع للمساعدة في الكشف عن الكورونا بشكل أسرع وبشكل أكثر فعالية. طبعا العلماء الصينيين زي ما احنا عارفين يعني لما بيكون عندهم احتياج لحاجة بيقوموا على طول باختراع أي حاجة تسد الفجوة اللي عندهم أو المشكلة. وبالفعل العلماء الصينيين قاموا بتصميم الخوذة الذكية دي اللي بتقدر انها تحدد الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في درجات الحرارة غير طبيعية في أي من الحشود، وده بيكون في وقت قصير جدا، وده بيكون طبعا مفيد جدا في مكافحة الوباء. والموقع اللي قام بتصميم هذه الخوذة الذكية قال إنها بتقوم بفحص المرة بمعرفة أو أي حد معدي من قدام الضابط من خلال إن هو بيعرف درجة حرارة جسمه إذا كانت تخطت 37.3 درجة مئوية. فبتكون تحتوي الخوذة دي على كاميرا بتعمل بالأشعة تحت الحمراء وبتصدر زي ألارم أو ناقوس خطر كده إن هذا الشخص ليه درجة حرارة عالية، وبيكون كمان القطر بتاعها حوالي 5 أمتار، وده طبعا عشان يحمي الطرفين من أي من العدوى لفيروس كورونا. خلونا نتابع بقى متابعة أولية وسريعة لأحوال الطقس ودرجات الحرارة اللي بنعيشها اليومين دول، ومعانا دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد. صباح الخير يا دكتور إيمان. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا دكتور. يعني السؤال المتوقع جدا، الطقس النهاردة يمكن إحنا نزلنا الشارع بالفعل وتعاملنا مع الطقس، هو فعلا في حاجة غير طبيعية في ارتفاع لسرعة الرياح في أمطار، ولكن يمكن مش بالحجم اللي كان تم التهويل ليه في منذ أمس يعني حتى من المواطنين على الأقل. طبعا يعني احنا بنأكد على البيان اللي اصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بان في حالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. احنا قلنا هتبدأ من فجر يوم الخميس وبدأت بالفعل منذ الساعات الأولى من يوم الخميس، كان في أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق زي اسكندرية، مطروح، مناطق من الوجه البحري، وأيضا وصلت للقاهرة وبعض المناطق من القاهرة شهدت البرق والرعد والأمطار. يمكن القاهرة كانت لسه الأمطار متوسطة، إن شاء الله مع الساعات القادمة هتزيد الأمطار. احنا عايزين
ان زياده الامطار هيكون على الساعه 12 ظهرا، فلسه يعني مع الوقت ان شاء الله هتبدا تشد الامطار، وهتصل الامطار ان هي تكون شديده الغزاره على كل المناطق الساحليه، مناطق الوجه البحري، القاهره وايضا مدن القناه. ايضا هتصل هذه الامطار لحد السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر ومناطق من شمال ووسط الصعيد. احنا لسه بناكد على كل الساده المشاهدين يفضل تمام عدم الخروج تماما خلال هذه الفترات. ايضا بدات تنشط سرعات الرياح وادت الى عواصف ترابيه على بعض المناطق زي بعض المناطق من جنوب البلاد، وتم اغلاق العديد من الطرق في جنوب البلاد. طبعا في عاصفه ترابيه بتاثر على اسوان والاقصر واسيوط حتى الان. طبعا بدات اتربه بدات تصل حتى القاهره، وبدات سرعات الرياح تزيد معانا، وفي الفترات القادمه هنشهد سرعات رياح اعلى، وهنشهد طبعا عواصف ترابيه على مناطق اكثر مع زياده وغزاره الامطار ان شاء الله في الفترات القادمه. الحاله هتستمر معانا من النهارده وحتى كمان طبعا ان شاء الله الحاله مستمره من النهارده حتى يوم السبت القادم. احنا بناكد على ان الحاله شديده، الحاله ما بتضعفش، احنا لسه مستمرين، لسه ما شهدناش غزاره الامطار اللي ممكن هتحصل في الفترات القادمه ان شاء الله. طيب يعني معلش سؤال اخير يا دكتور، يعني دلوقتي احنا بنتكلم ان الناس طبعا ما بتنزلش الا في الضروره القصوى، هل في رصد لاي ظواهر تبقى غير طبيعيه في برق كتير رعد كتير الفتره الايام اللي جايه دي، خاصه في القاهره؟ يمكن بتكلم في المحافظه اكتر عشان يمكن مش متعودين ان احنا نتعرض لهذا النوع من الطقس. طبعا زي ما ذكرت طبعا فعلا في الساعات القادمه هتبدا تزيد غزاره الامطار، هيكون في امطار رعديه، وايضا هتبدا تكون سرعات الرياح نشطت اكتر، وهتبدا تزيد العواصف الترابيه على المناطق المكشوفه وعلى مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء. نعم. طيب درجات الحراره المتوقعه؟ طيب دكتور ايمان، درجات الحرارة القاهرة 22 درجة، السواحل الشمالية من 19 ل 20، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 23 ل 24، جنوب الصعيد من 30 ل 32 درجة مئوية. تمام، بنشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، وبالتأكيد هيكون في متابعات لاحقة لأخبار درجات الحرارة والتقلبات الجوية. شكرا لك. خلونا نرجع للصين مرة تانية ومحاولاتها لاحتواء فيروس كورونا والتعامل مع الفيروس من خلال أو من عن بعد مع المرضى والمصابين. شفنا من شوية الخوذة الذكية اللي بتكشف عن درجات الحرارة، لا كمان في فريق من الباحثين في إحدى الجامعات الكبرى في الصين بالفعل قام باختراع أو بتصميم إنسان آلي بيقولوا أنه بإمكانه إنقاذ حياة العديد من البشر، وده طبعا خلال الفترة الحالية خلال فترة انتشار فيروس كورونا. الإنسان الآلي زي ما احنا بنشوفه كده اللي بيقترب شكله من الذراع الآلية الموضوعة على عجلات، تم تصميمه للقيام بالموجات فوق الصوتية واختبار مساحات الفم واختبار السمع على المرضى المصابين بفيروس كورونا. ومثل هذه المهام يقوم بها عادة الأطباء شخصيا بشكل مباشر، ولكن طبعا عند استخدام الإنسان الآلي والمزود بيكون بكاميرات في كل مكان، ما بيحتاجش الأطباء إن هم التواجد في نفس الغرفة مع المرضى، وممكن يكونوا كمان حتى في مدينة مختلفة اللي بيوجد بيها بعيدة عن اللي بيوجد فيها بعد يعني الإنسان الآلي. طبعا الهدف من اختراع الإنسان الآلي ده هو حماية الطاقم الطبي اللي بيواجه المرضى، والحقيقة في منهم بيقع ضحايا أيضا لهذا المرض. ورئيس فريق تصميم الإنسان الآلي هو بروفيسور بأحد الجامعات الصينية بيقول الكلام ده، وقال إن الأطباء جميعهم في غاية الشجاعة، ولكن هذا الفيروس سريع العدوى للغاية، فيمكن استخدام الإنسان الآلي للقيام بأكثر المهام خطورة. الفكرة كانت خطرت للبروفيسور في بداية العام الصيني الجديد لما أراد المشاركة والمساهمة في جهود الإغاثة من فيروس كورونا، ووجد أن أكبر مشكلة بتواجههم هي زي ما قلنا تعرض الأطباء للعدوى والإصابة للمرض. الإنسان الآلي أيضا بيقيس درجات الحرارة وبيعطي دواء للمريض بالإضافة لإجراء عملية تعقيم ذاتي بعد أداء بعض المهام اللي بيتعمل خلالها مع المرض. هي الأول الموضوع ده عايزينه في حاجات تانية كتير عن بعض. ده كسل بقى من الغسيل. <تانية. تصفيق>
ولسه طبعا بنتكلم عن فيروس كورونا، ولكن في مفارقه لطيفه جدا. طبعا الكل بيخاف من العدوى دلوقتي لانها بتصيب الكل يعني بشكل كبير جدا. وكان في موقف لطيف جدا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اللي لما جه يستقبل ملك وملكه اسبانيا في فرنسا ما مديش ايده عشان يسلم عليهم كالبروتوكول الطبيعي، ولكن اكتفى باستعمال او استخدام كده تحيه الطراز على الطراز الهندي اللي هي نمستي، اللي هي بينحني بايديه للامام زي ما احنا هنشوفها دلوقتي. وده طبعا تجنبا ان هو ممكن يتنقل له العدوى. هو تصرف سليم طبعا، احنا حبايب واصحاب، تصرف وقائي طبعا بالتاكيد بالطبع يعني، ولكنه سليم 100%. اما زوجته فاللي كانت بجواره عند استقباله الملك فيليب في ساحه قصر الاليزيه، فقامت بدورها وارسلت قبله في الهواء بقى باتجاه الملكه، يعني كل واحد على بعد، كل واحد قدم التحيه الحقيقه بطريقته، والطريقتين الحقيقه اجمل من بعض يعني. بالطبع يعني احنا خلينا نتفق ان احنا في فتره حرجه جدا، واي وسيله للابتعاد عن التعامل والتلامس المباشر ما بين بعض دي بتكون مهمه جدا. ودايما السلطات الصحه العامه في اوروبا بتنصح كل الجمهور وكل الناس بتجنب المصافحه، وده طبعا بهدف الحد من انتشار الفيروس، واللي ممكن زي ما قلنا ان هو ممكن ينتقل عن طريق العدوى او التلامس او السلام، زي ما الرئيس الفرنسي كده خاف على نفسه وسلم من على بعد. خليه زي ما نقول ان اوروبا ابتدى يتفشى فيها المرض بشكل كبير طبعا، او اسبانيا جنب ايطاليا وبتاع وفرنسا، فالدنيا فاتحه على بعضها جدا يعني. صحيح. طيب نروح لخبر تاني بقى، يعني بعيد بقى عن الكورونا وعن المشاكل اللي احنا يمكن بنعيشها الايام الغريبه دي، واحنا نتكلم دلوقتي عن الاطفال. وفاكرين زمان لما كانوا بيهدهدونا كده علشان ايوه يهدهدونا علشان ننام كده وعلشان نسكت ونبطل عياط. صحيح. لسه الموضوع ده في كردستان في العراق، عندهم كان سرير هزاز، او يعني يعني هو سرير هزاز شعبي، حاجه قديمه يعني عندهم، واضح هي ما زالت هي الاختيار الاكثر انتشارا بين الاباء والامهات في دهوك بكردستان العراق. بدلا من البحث عن بدائل اكثر حداثه ومستورده، بيختار كثيرون سراير الاطفال المحليه. طبعا زي ما احنا شايفين في الصور بيلجأوا ان هم يعني بص الطفل بينام في اي حته زي بالظبط زي الهزاز زي اللي كلنا اتربينا عليه يعني واحنا صغيرين، بس هو ده واضح انه يعني حاجه تراثيه وشعبيه عندهم. والمتجر النجاره اللي مختص قوي زي ما احنا شايفينه بصناعه السرير الهزاز ده اسمه هاشم علي، بيقوم بعمل عمل السرير ده، بيتكلم ان هو بيخلصه في ساعة تقريبا عشان يقدر يخلصه ويدي ويقدر يبيعه. وبيقول ان بعض الاباء بيشتروا في بداية اسرة في بداية الاسرة الاطفال بدلا من المهود الهزازة اللي بيقوم بتصنيعها. خلصت قلة الأرباح ومنافسة الواردات، عدد الحرفيين اللي بيصنعوا آلة الدف الموسيقية التقليدية بالعراق. عبد الرحمن عبد الله يعتبر من القلائل اللي بيحافظوا على هذه المهنة في كركوك. فعلا يعني لما هنشوف في الصور عبد الرحمن بيقوم بلوي الخشب بعناية فائقة جدا عشان يصنع الإطار بتاع الدف، وبمجرد تشكيل الخشب في الإطار الدائري بيقوم بتثبيته في على قطعة من الجلد بهذه الخطوة، وأصبحت هذه الأداة اليدوية جاهزة في أي وقت لبيعها وانتشارها. وكمان في كثير من الحرف اليدويه في جميع انحاء المنطقه تقلصت بشكل كبير جدا، خاصه اللي بيصنعوا الدفوف، ودي تقلصت على مدار السنين السابقه. والحرفيين بيقولوا انه او تحديدا عبد الرحمن
بيقول ان هو ده واحد عنده 51 سنه ان كتير تخلوا عن هذه المهنه بسبب انخفاض ارباحها ومنافسه الواردات الرخيصه اللي بتكون مصنوعه مجهزه وبيتم استيرادها من الخارج، وان الناس في جميع انحاء العراق بيروحوا له مخصوص للحصول على منتجاته اليدويه، زي ما احنا كده عندنا في مصر الصناعه اليدويه بيكون ليها تقييم خاص جدا. وطبعا عبد الرحمن عشان يقدر يصنع هذا الدف بيستعين بالجلود اللي بيتم استيرادها من الخارج، وبعد كده بيتم تصدير هذه الدفوف الى الخارج. ولكن بالتاكيد الدفوف، اله الدف عامه، ما زالت بتستخدم في كثير من الاحتفالات وفي عدد كبير من انواع الفرق الموسيقيه المختلفه، سواء حتى بعض الفرق الموسيقية الغربية بتستخدم بعض الآلات الشرقية ومنها الدف، وتحديدا الدف العراقي الصنع اللي بتبلغ تكلفته حوالي 83 دولار، بينما سعر الدف البلاستيكي البلاستيك الصيني المستورد بيبقى من 12.5 ل 16.5 دولار. خلاص فرصته بقى، الصين قفلت. صحيح فرصته دلوقتي يرجعوا يصنعوا تاني. بالظبط. طيب دي كانت مجموعة من الأخبار، لسه هنكمل معاكم بالتأكيد مجموعة تانية من الأخبار وقفتنا الصحفية، ولكن ده معاد مع الوقفة الرياضية وأخبار الرياضة مع الزميلة أمل نعمان.